زي ما انتوا شايفين يا جماعة، البيت كله بتاع البطة، البيت كله بايظ. والبيت ده للأسف انا الغلطة دي كانت غلطتي انا، وطبعا هقول لكم انا ايه الغلطة اللي انا عملتها عشان غيري يستفاد وما يقعش في نفس الغلطة. بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. هو ده البيض اهوت، البيض كله مفيش ولا بيضة مجمعة. تعالى هقول لكم دلوقتي ايه السبب وايه الغلطة اللي انا وقعت فيه. ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ورجعت لكم النهاردة في فيديو جديد، وللأسف الفيديو ده مزعلني جدا، واللي حصل فيه كله مزعلني، بس للأسف انا اللي كنت السبب فيه. بس الحمد لله على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين ادي دي البطة اهي اللي راقدة عندي. عايز اقول لكم ايه اللي حصل مع البطة دي بالظبط، وايه الغلطة اللي انا عملتها خلت البيض اللي تحت البطة دي كله يكون فاضي. طيب دلوقتي قبل ما ادخل بس في موضوع الفيديو، يا ريت اللي بيشوفني لاول مرة يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندي، ويا ريت فضلا تعملوا لايك على الفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وتعم اقول لكم ايه هي حكايه البطه ديت وايه هي الغلطه اللي انا عملتها عشان محدش يقع في نفس الغلطه اللي انا غلطتها. اول حاجه، البطه دي اول ما بدات تبيض خالص انا حبستها في المكان ده، هي والدقر. طيب انا الوقت المفروض حابسها هي والدقر، يعني البيض كله المفروض يطلع فيه كسر. طيب ليه البيض ما طلعش فيه كسر؟ اول حاجه، البطه دي اهم حاجه باضت 10 بيضات، بس البطه نظيفه جدا وما بتقومش تجري من على البيض، ودي اهم حاجه في البط ان هي تكون نظيفه، وان انت لما تيجي تلمسها ما تقومش تجري من على البيض. كده البطه دي نظيفه وبتحضن كويس على بيضها اهو زي ما انتم شايفين، وهي عامله هي لما ونات فرشها وكل حاجه ومظبطه المكان كله على البيض. طب ايه هي الغلطه اللي انا وقعت فيها خلت ان البطة ديت البيض بتاعها كله يطلع فاضي؟ البيض ده انا كشفت عليه بعد 10 ايام. هي البطة دي المفروض كانت راقدة يوم 13 في الشهر، وانا كشفت عليه البيض كله طلع فاضي، مفيش ولا بيضة فيهم مجمع. تمام. ده اللي هو كان بسبب الساعة ولا بسبب ان البطة مهملة؟ البطة زي ما انتم شايفين اهي بصور، والبطة راقدة وما بتقومش تجري ونضيفة جدا، وبتقوم تاكل وتشرب وتقوم داخلة راقدة على البيض تاني. طيب ايه هي اللي انا عملته ان انا حبست معاها الدكر هنا؟ طب هو الدكر ده المفروض بيكسر؟ الدكر بيكسر وانا واخد عيال، انا مطلع عندي، بس انا ما اخدتش بالي من حاجه مهمه جدا في الدكر، ان الدكر كان بيقلش، بمعنى ان هو كان بيغير ريش. دكرة البط لما تكون بتقلش او بتغير ريش بيحصل لها حاجه من الاتنين، ما بتكسرش وحتى، والتاني حاجه لو كسرت البيض كله هيطلع فاضي، مش هيطلع فيهم كسر خالص. طب ليه وايه السبب؟ اول حاجة ان الريش اللي في جسم الدكر بيسحب الكلسم كله اللي في جسمه، فبالطريقة ديت الدكر بيضه كله طلع فاضي. طيب انا دلوقتي اتصرفت ازاي ولا عملت ايه؟ طبعا انا زعلان جدا والله ان ما كانليش نصيب، هو الحمد لله على كل حاجة، بس كان نفسي ان هما يطلعوا عندي، بس الحمد لله الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وربنا مش شايد لي نصيب في البطن دي. بس ان شاء الله ان شاء الله بقيه البط اللي عندي ربنا يبارك لي فيه، ويبارك لي اللي قاعد عندي، ويبارك لي اللي بيبيض، وان شاء الله هيطلعوا لي على خير، وان شاء الله هعوض البيض اللي انا خسرته ده كله. تمام. طيب انا الوقت عملت ايه مع البطه دي؟ انا عندي البطه التانية اللي على السطح بيضه 16 بيضه. تمام. فانا قسمت البيض بينها وبين دي، يعني اديت للي بره اديت حطيت لها 9 بيضات، ودي هي تحتها 7. تمام. دوت بيض البطة اللي بره. طيب البيض ده المفروض ان انا اكشف عليه امتى؟ البيض ده هبتدي ان انا اكشف عليه ان شاء الله يوم 26، هيبقى له بالظبط، لان انا مرقد على البيض الجديد يوم 19. تمام. فالبيض اللي بره هيطلع يوم 26، يعني هبتدي قصدي ان انا يا رب اكشف على البيض ده يوم 26، وان شاء الله البيض يبقى مجمع، وان شاء الله ربنا يعوضني عن اللي انا خسرته في البطة دي. تمام. لان انا لما حبستها هنا انا قلت
بدل ما البط يخش يكسر البيض بتاعها، لان انا كان في كذا عندي انتهى بره بتحضر انها تبيض، فكانوا دي كانت بتبيض بره، فكانوا بيخشوا على البيض بتاعها ويفضلوا راقدين عليه عشان يظبطوا القش ويجمعوا في القش والحاجه. فانا خفت بصراحه لا يكسروا البيض البطه دي، خصوصا ان انا كنت مسافر، فعشان كده حبستها هي والدكر هنا. واول ما البطه رقدت على البيض الجماعه خرجوا الدكر بره، تمام. فقاموا رايحين، انا بعد ما جيت طبعا انا قعدت بره بالظبط 9 ايام، ودي تركت رقد يوم 13 وانا مسافر يوم 7، يعني بعد ما انا سافرت 6 ايام. رجعت استنيت عليهم ال10 ايام، بعد كده كشفت على البيض، وزي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو البيض كله بايظ. طبعا في اول فيديو هتلاحظوا ان هما 7 بيضات بس، هم كانوا 10 بيضات بس للاسف. وانا بكشف على يعني وانا بحطهم هنا، كان في فرخه قامت راحت يعني طايره على المكان اللي انا كنت حاطط فيه البيض، قامت راحت موقعه لي 3 بيضات كسره. طيب انا هعمل ايه بقى في البيض اللي انا خدته دوت؟ يا الحمد لله اهي انتوا شايفين هي رقدت اهي على البيض الجديد، وبرده كان عليه ومجمع عليه القش وكل حاجه. طيب دلوقتي البيض الجديد انا هعمل فيه ايه؟ بس اول حاجه هي دي البطه هي اللي رقدت التانيه، انا مش عايز ان انا يعني اي جنبها، لان البطه ديت مهووسه شويه وبتطلع تجري. وهنا طبعا بيض الفراخ اهو. طيب انا هنا هبتدي بقى ان انا اعمل لهم ايه بالبيض اللي طلع بايظ. البيض ده اول حاجه خلاص ما عادش ينفع اللي هو الاكل، ما عادش ينفع للبيض خالص، تمام. فانا بالمنظر ده هضطر ان انا هسلق لهم البيض كله، وهبتدي ان انا اطلع اطحن لهم القشر بتاعه كله، وهفرك لهم البيض كله وهحطه لهم ياكلوه للطيور اللي على السطح. انا الحمد لله ربنا ما اراد ليش نصيب في البطن دي وكل حاجه، بس انا الحمد لله راضي ومفيش اي حاجه يعني الحمد لله. بقول الطيور اللي على السطح هي اللي تستنفع بالبيض، تمام. فهو الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، وانا الحمد لله راضي. وانا بكده قلت لكم الغلطه اللي انا وقعت فيها، هو ده الدكر اللي كان معاه اهو، زي ما انتم شايفين الدكر كل ريشه اللي طالع جديد، الدكر بيجدد ريش، تمام. فكان في طبعا الدكر التاني ده اللي على السطح، بس انا للاسف ما سبتهاش بره على السطح، لان هي كانت بتبيض في المكان اللي الفرخه ان البطه البني دي راقده فيه. فبالمنظر دوت انا اضطريت ان انا اعزل كله، عزلت الدكر والنتايه، الدكر ده اهو والنتايه، بس الدكر كان بيغير ريش، بس انا ما اخدتش بالي والله يا جماعه خالص ان هو كان بيغير ريش. بس الحمد لله انا قلت لكم الغلطه اللي انا وقعت فيها عشان غيري ما يقعش في نفس الغلطه. ويا ريت اللي استفاد باي معلومه من الفيديو ده يعمل لي لايك، واللي بيشوفني اول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد من عندي. وبكده كنا نهيت معاكم موضوع الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد على خير.